السلام عليكم. فيديو النهاردة عن خشونة المفاصل. لو عندك خشونة في مفصلك فالفيديو ده مهم علشانك. هنتكلم النهاردة عن خشونة المفصل، سواء كانت خشونة في الركبة او في الكتف او في اي مفصل في الجسم. الخشونة 4 درجات. الدرجة الاولى، ودي بيحس فيها المريض، بطقطقة في المفصل، سواء كان مفصل الركبة او الكتف، ما بيحرك كده رجله او كتف او دراعه، بيحس بطقطقة. ودي علاجها نستعمل منتج اللي في الصورة ده، اسمه بايوفليكس او بايسكليدين. هنستعمل اي واحد منهم، هناخد منهم حبتين في اليوم بعد الاكل. المرحلة الثانية من الخشونة دي بيحس فيها برضو بطقطقة والم خفيف شوية، بيظهر الالم بعد المشي او الحركة لفترة طويلة. دي علاجها نستعمل نفس الكبسولات اللي قلناها في الاول دي، بس هنزود عليها حبوب تانية اسمها جوينت اس كولاجين، ودي صورتها، هناخد منها حبتين في اليوم مع حبتين في اليوم من بايفليكس او بايسكليدين. الخشونة الدرجة الثالثة، ودي بيحس فيها المريض بألم بعد ما يمشي مسافة 50 متر او اكتر، ودي علاجها انه بيحقن ابرة جوه الركبة. دي عبارة عن مادة الهيالورونيك اسيد، بتتحقن جوه الركبة، بتزود لزوجة المفصل من الداخل فبتسهل الحركة. وبيستعمل كمان كبسولات اسمها الدروفين، ودي شكلها، بياخد منها كبسولة في الصباح وكبسولة في العشاء بعد الأكل. المرحلة الرابعة، ودي كان الله في عون صاحبها، لأن ده بيحس بألم دايما وهو جالس وهو ماشي، ما بيقدرش يتمشى خالص، أي حركة في المفصل بتؤلمه. فكان الله في عون صاحب الخشونة الدرجة الرابعة، لأن دي ملهاش علاج، علاجها الوحيد هو إزالة المفصل وتغيير المفصل بالكامل. دي كانت معلومة النهاردة، لو وصلتك متنساش تعمل شير للفيديو عشان كل الناس تستفيد منه، وما تنساش تتابعني في القناة لو عايز تعرف معلومات جديدة. مع السلامة.